أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا نستأنف وإياكم تغطية استئناف عمليات التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. ومعنا من الشرقية لواء محمد ناصر العنتري، مدير أمن محافظة الشرقية. أهلا بك لواء محمد، ماذا تحدثنا عن سير العمليات الانتخابية من حيث الحالة الأمنية في الشرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في اليوم الثاني من انتخابات الاعاده في محافظه الشرقيه. الاعاده بتجري عندنا في 5 دوائر بين 20 مرشح فردي للفوز ب10 مقاعد في مجلس الشعب ان شاء الله. اليوم الثاني على التوالي بتمر العمليه الانتخابيه وادلاء الاصوات في هدوء واطمئنان بالنسبه لاعداد الناخبين اللي بيقوم ادلاء باصواتهم. الاعداد في تزايد زي المرحله الاولى وان كانت اقل قليلا. القضاه في اماكنهم من الساعه 8، والقوات بتؤمن اللجان تامين تام بالاضافه لتامين الطرق وجميع المواقع الحكوميه وداخل المحافظه. عندنا برضو لجان الفرز، 5 لجان فرز في الدوائر، في الزقازيق وبالبيت وابو كبير وفقوس والحسنيه، مؤمنه تامين كامل. تم زياده عدد المقاعد والمنابض لفرز الاصوات بالنسبه للساده القضاه معانا اللي هيقوموا بعمليه فرز الاصوات. تغلبنا على بعض المشاكل اللي كانت موجوده في المرحله الاولى بالنسبة لنقل الصناديق من المقر الانتخاب لمقر اللجنة العامة، بتوفير العديد من الميكروباصات المناسبة لنقل الصناديق والسادة أمناء اللجان، لأنهم كان في تضرر من النقل بواسطة سيارات النصف نقل في المرحلة الأولى. نعم، وخلال المرحلة الليلية أو ساعات الليل كيف تم تأمين هذه الصناديق؟ تم تأمين الصناديق بواسطة القوات المتواجدة لحماية المراكز الانتخابية، عاملين خدمات غير خدمات الانتخابات دي مخصصة لتأمين الأماكن اللي فيها الصناديق وبالتوافق مع القوات المسلحة. الساعة 7 تم غلق الصناديق بمعرفة السادة القضاة وتشميعها وتشميع مقر اللجنة، وتم بعد كده تسليمها للقوات المتواجدة لحمايتها لصباح اليوم التالي. طيب، هل واجهتم أي خروج عن القانون للمرشحين وأنصارهم، أو محاولة لاستخدام البلطجة مثلا للتأثير على الناخبين، أو ربما لتعطيل سير العملية الانتخابية؟ لا توجد أي مشاكل أمنية حتى الآن في محافظة الشرقية، لا في المرحلة الأولى ولا في اليوم السابق اللي هو امبارح، يعني اللي هو في أول يوم للإعادة. حتى الآن لا توجد أي مظاهر للبلطجة أو للخروج على الشرعية أو منع الناخبين من إدلاء أصواتهم أو التعدي على رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو إثارة مشاكل حتى داخل اللجان مع السادة القضاة. طيب، ماذا عن المدينة نفسها أو المحافظة، الشوارع الداخلية للشرقية؟ كيف يتم تنظيم الشوارع، خاصة وأنه ربما هناك ازدحاماً ملحوظ بالنسبة لسير الشوارع وسهولة وصول القضاة والعاملين لأماكن الانتخابات؟ الخدمات المرورية متواجدة بصفة مستمرة في الشوارع والميادين العامة. تم توجيه عدد كبير من راكبي الدراجات البخارية من الضباط والأفراد لتسيير العملية المرورية وتوصيل السادة القضاة لأماكن خدماتهم وأماكن إدلاء الأصوات في المراكز الانتخابية المختلفة بأنحاء المحافظة. نعم، بالنسبة للمرافق التابعة للجان الانتخابات، كيف يتم تأمين هذه المرافق على مدار 24 ساعة؟ أيضا بالنسبة لأقسام الشرطة، يعني وصلتنا أحاديث عن وجود مدرعات لحماية هذه الأقسام.
الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مرافق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة، بالإضافة للخطط الأمنية الموجودة عندنا مسبقا لتأمين كافة مرافق الدولة زي البنوك والكنائس ودور العبادة والمصالح الحكومية ومبنى المحافظة. القوات المسلحة بتتولى بحماية بعض هذه الأماكن، والقوات المسلحة متواجدة في الشوارع برضو لزيادة الحالة الأمنية لدى المواطنين. بالنسبة لأقسام ومراكز الشرطة مؤمنة بمعرفة رجال الشرطة، ولا يوجد قوات مسلحة، موجود قوات محلية وقوات من الأمن المركزي. ما دور اللجان الشعبية؟ هل هناك دور ملحوظ لها اليوم؟ يعني بالأمس لم يكن هناك يعني دور يذكر لهذه اللجان الشعبية، ماذا عن اليوم؟ لا دور للجان الشعبية عندنا في محافظة الشرقية في إدارة العملية الانتخابية. عندنا بعض المراقبين للعملية الانتخابية اللي هم واخدين تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، هم يشوفوا ويراقبوا العملية الانتخابية. اللجان الشعبية ملهاش دور تماما، لأن الحالة الأمنية محكمة ومسيطر عليها. طيب كيف تتوقعون لواء محمد يعني أن يكون التصويت اليوم، الإقبال على مراكز الاقتراع؟ هل تتوقعون أن يكون هناك ارتفاع نسبي في نسبة التصويت عن الأمس التي ربما شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ بدون شك النهارده اليوم التالي للانتخابات، وكل واحد عايز يدلي بصوته، بالاضافه للنهارده الخميس، ممكن برضو الموظفين بعد ما خلصوا اعمالهم، والكثير من الشعب بعد ما يخلص اعماله، والجمعه بيبقى اجازه، هيتوجه للصناديق الانتخابيه ويدلي بصوته في هذا العرس الديمقراطي اللي بتشهده جمهوريه مصر العربيه كلها. نعم. طيب ماذا عن الشكاوى المواطنين؟ هل وصلتكم أي شكاوى لأي خروقات من المواطنين، وكيف يتم التعامل معها؟ لم يتقدم أحد من المواطنين بأي شكوى تخص أي خروقات للعملية الانتخابية أو خروج على الشرعية. الحالة الأمنية هادية تماما عندنا في الشرقية ومسيطر عليها تماما، وامبارح ما كانش عندنا برضو غير بعض المشاكل البسيطة جدا وتم حلها في حينه، وفي الأسبوع الماضي برضو كان نفس الوضع. محافظة الشرقية من المحافظات الهادئة أمنيا، الأمن متواجد في كل الأماكن وبوفرة، وعندهم تعليمات بكيفية التعامل بحكمة مع كل المشاكل الأمنية لإنهائها في حينه دون تصعيد. نعم، إذن اللواء محمد ناصر العنتري مدير أمن محافظة الشرقية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.